العملة دي يا جماعة في منها انت شفته دلوقتي معدن واحد، تمام؟ فاحنا اتكلمنا عن العملة دي قبل كده في الحلقة اللي فاتت طبعا، وقلنا بتعمل كام وسعرها الجديد والكلام ده كله. في منها اخطاء كتير جدا، وقلت لكم ابعتوا الاخطاء بتاعتكم ممكن يكون معاكم عملة زي دي. شفت المعدن واحد عاملة ازاي؟ العملة المعدن واحد دي ممكن تسوى، معلش في كلمة، 150 جنيه، وممكن تبقى اكتر، وممكن تعمل 200 و300 وبتوصل ل 400 و500 جنيه كمان، ده لو نادر. وانا لحد دلوقتي ما شفتش فرق مصر الطبيه اللي بعت لي النص جنيه اللي هو كليوباترا، وبعت لي الجنيه كتير، لكن ما بعتليش انصاص من دي. فلو في يعني يا ريت حد يتواصل معايا ويبعت لي على اساس نعرف برضه نقيم كويس، ونعرف نشوف السعر بتاع نص جنيه اللي هو الفرق الطبيه دي من نوع واحد، يعني على اساس يعمل قد ايه، لان ما بعتليش منه حاجات كتير. فالوقت نادر، اصبح ان هو نادر يعمل فلوس كتير، يعني ممكن يوصل ل 500 و 600 جنيه. ليه؟ لان ما فيش منه دلوقتي الا قطعتين ولا ثلاثه، لحد دلوقتي ما شفتش الا كده، وده نادر برضه في ازدواج. وانتوا طبعا شفتوا الازدواج ده في العملات اللي هي الاجنبيه كتير، ده ازدواج في الكلام وفي الحروف وفي الكلام ده كله، في ازدواج. الازدواج ده برضه بيعمل مبالغ كويسه، ممكن يوصل ل 200 جنيه واكتر، تمام؟ الهوايه يا جماعه بيحبوا الاخطاء دي. في طبعا العملات اللي احنا بنقول من معدن واحد دايما بتلاقيها ايه، غالية وكويسة. المعدن على فكرة ده مش ممغنط، اللي فهنشوف بقى مش ممغنط بيفرق طبعا كتير في السعر برضه. ده بالنسبة لنص جنيه. أما نص جنيه العادي ده فهو كويس جدا برضه، ممكن يوصل ل 30 جنيه، ممكن يوصل ل 20 جنيه، تمام؟ هتقول لي مش عارف ايه موجود لسه، تمام، ايه المشكلة؟ عينه معاك احفظه، كده كده هنحتاجه، تمام. العملات اللي من معدن واحد يا جماعة دايما هي اللي بتبقى كويسة، أخطائها كويسة، تمام، بالذات في النص جنيه. الجنيه لحد دلوقتي بعت لي 20 واحد، النص جنيه ما حدش بعت لي حاجة، فهنشوف دلوقتي، تمام، ونشوف سعره برضه هيبقى كام ويعمل كام.